تعالوا بقى كده على السريع نروح لفرع النادي الاهلي بالجزيره ونشوف زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم هتقول لنا ايه عن اخر الاخبار واخر المستجدات في هذا الفرع وفي غيره من فروع النادي الاهلي المختلفه. هنا صباح الفل، اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا كريم ويا نهواندو وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل أخبار النادي الأهلي، فرقه الرياضية المختلفة وكمان أخباره الاجتماعية. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيخوض مباراة ودية أمام فريق الغابة في تمام الساعة 4:30 عصرا، استعدادا طبعا للموسم الجديد. المباراة هتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على استاد مختار التتش. طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق وان شاء الله يكون كالعاده موسم استثنائي لرجال النادي الاهلي. كمان استكمالا للحديث عن الاستعدادات للموسم الجديد، شباب كره القدم بالنادي الاهلي بيستعدوا للموسم الجديد بشكل قوي جدا، يعني بيخوضوا سلسله من المباريات الوديه. امس فريق 2001 لعب ضد الترسانه وقدر يفوز بنتيجه 5-2، وايضا فريق شباب 2003 لعب ضد فريق النصر السكندري وقدر يختم المباراة لصالحه بخمس أهداف نظيفة. يعني الحقيقة شباب النادي الأهلي لعبوا بأداء قوي جدا، كان في سيطرة طوال المباراة، وطبعا ده بيخلينا نطمئن على الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. ده فيما يخص أخبار الكرة القدم. خلونا دلوقتي نروح بقى لأخبار الألعاب الأخرى. وقبل ما أبدأ أخبار النهاردة خلوني طبعا أضم صوتي لصوتكم يا كريم يا نهواند وأهنئ فريق 14 سنة ناشئين سباحة بتتويجهم ببطولة منطقة القاهرة. يعني طبعا كان في منافسة شرسة جدا، لكن فريق النادي الأهلي كالعادة قدر يحسمها لصالحه، طبعا ببارك لهم مرة تانية. خلونا بقى دلوقتي نبدأ بلعبة الجمباز. يعني كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي أعلن أمس التعاقد مع اللاعب عمر العربي لمدة 4 مواسم، طبعا هتكون إضافة كبيرة جدا لفريق الجمباز بالنادي الأهلي. يعني اللاعب يمكن كان لاعب العربي الوحيد المشارك في أولمبيكس طوكيو 2020، شفنا منه طبعا أداء كبير جدا. كمان اللاعب عمر العربي توج ببطولة أفريقيا لأكثر من مرة، كل ده طبعا لدعم صفوف الفريق والمنافسة بشكل كبير جدا على جميع البطولات. كمان اللاعب أمس كان صرح أنه الحقيقة سعيد جدا بالمشاركة مع فريق النادي الأهلي، وأن هي هتكون مسؤولية كبيرة جدا ويمكن حلم تحقق ليه، طبعا بنتمنى له كل التوفيق. كمان بنات كرة السلة 14 سنة أمس قدروا يحققوا فوز على فريق التجمع هايتس بنتيجة 54-3 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. المباراة يمكن شهدت سيطرة كاملة من بنات كرة السلة طوال المباراة، وطبعا زي ما قلت قدروا يختموا المباراة لصالحهم بنتيجة 54-3. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. يعني ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. خلوني كمان أنقل لكم الأخبار الاجتماعية. أمس الإدارة التنفيذية طبعا بالتنسيق مع وزارة الصحة أطلقت حملة لتطعيم أعضاء النادي الأهلي والحصول على لقاح فيروس كورونا. طبعا الحملة كانت هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، كل ده طبعا حرصا من الحقيقة الإدارة التنفيذية على توفير أفضل خدمة لأعضاء النادي الأهلي. فياريت كل الأعضاء اللي لسه ما طلقتش لقاح فيروس كورونا تتجه لمقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحملة تم إطلاقها أمس وهتستمر لمدة 3 أيام. يعني دي كانت أبرز الأخبار. خلوني كمان نقول لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. في حالة من النشاط، الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي. درجة الحرارة دلوقتي 27، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي. يعني دي كانت أبرز الأخبار يا كريم ويا نهواند. معاكم لو عندكم أي استفسارات، العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. كل الشكر لزميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم مراسلة قناة النادي الأهلي. صباح الفل عليك. شكرا لك جدا يا هنا.